الرئيس السيسي أمام اجتماعات بنك التنمية الإفريقي يدعو المؤسسات التمويلية لمراجعة معايير وشروط حصول الدول على قروض ميسرة. محافظ البنك المركزي يؤكد من شرم الشيخ أن أفريقيا ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة بل الاستثمارات المباشرة. انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ولجنة الصناعة تؤكد أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. عزم مصري راسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الإفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية. وفي هذا الإطار تأتي استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية كدليل على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة المصرية لكل ما يخص القارة الأفريقية من تحديات. إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة اقتصادات الدول الإفريقية إلى حلول تمويلية لمواجهة تحديات تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة
بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا، وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أضاف أن الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر ومن تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي اهتماما بالغا بالبعد البيئي في مشروعاتها التنموية. إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً بالغاً بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية. ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مع طرح أجندة واضحة وفقاً لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ. شارك في الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، أهم ما ورد من نقاشات اليوم في جلسات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، واستمرار لمتابعة اليوم الأول بعد الجلسة الافتتاحية الخاصة بالاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 58 و49 الخاص بمحافظي بنوك هذه البنوك سواء الإقليمية أو غير الإقليمية الخاصة بمجموعة بنك التنمية الإفريقي. إذا تحدثنا عن ما يدور في هذه الجلسات، سواء الجلسة الافتتاحية الجلسة الأولى التي كانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عرض خلال هذه الجلسة فيلم تسجيلي تناول أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وطرق وآليات تنمية هذه القارة، وأيضا مواجهة هذه التحديات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أو أيضا الحديث حول النمو الأخضر وأيضا التغير المناخي وهذه المواجهات العديدة. أما إذا تطرقنا إلى الجلسة التي تلت الجلسة الافتتاحية والخاصة بالجلسة رفيع المستوى، جلسة الحوار الرئاسي بحضور مجموعة من قادة وزعماء ورؤساء الدول الإفريقية والدول المختلفة المشاركة في هذا الاجتماع، وكان نيابة عن مصر حضر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحدث عن كيف تنهض القارة الإفريقية وأن حان الوقت ل مواجهة الكثير من التحديات الوحيدة التي نواجهها جميعا، وأيضا خطر التغير المناخي وأيضا التحول إلى الأخضر ونمو في الاقتصاد الأخضر. أيضا من خلال هذه الجلسات مصر تشارك وأيضا تنظم في من خلال هذا الاجتماع العديد من الأحداث، ومنها أيضا حدثين مهمان، وهو الحدث الأول الخاص بتكنولوجيا المعلومات وفائدة هذه التكنولوجيا وأيضا التكنولوجيا المالية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر. وأيضا هناك أكثر من حدث آخر تشارك فيه مصر وأيضا عدد من البلدان الإفريقية المؤثرة في هذا الأمر، منها أيضا حشد وتعبئة التمويل المختلط للنمو في الأخضر، وأيضا لمزيد من التعاون الكبير بين المستثمرين والقطاع الخاص. هناك العديد من الجلسات التي تشارك فيها مصر بعدد من الوزراء والخبراء وأيضا الأكاديميين ومستثمرين وتمثيل كبير جدا للقطاع الخاص في هذا الأمر. عودة إليك. شكرا الزميل رامي محمد، كنت معنا من داخل مقر إقامة اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا دكتور. قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات الخاصة ببنك التنمية الإفريقي والذي يحمل عنوان هذا العام حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر. أنا وسهلا أستاذة نهى، تحية لحضرتك والسادة مشاهدي الكرام. لا شك أن النهاردة شهدنا في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الاجتماعات
سنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ مدى حرص الدولة المصرية على زيادة وتعميق العلاقات والتبادل ما بين مصر ودول القارة الأفريقية، أيضا جهود التنمية وزيادة التعاون مع دول القارة والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة. فالقارة الأفريقية تتمتع بموارد طبيعية وبشرية غنية جدا. شفنا الافتتاح بحضور رؤساء دول أفريقية، رؤساء حكومات، منظمات دولية، محافظي البنوك المركزية، واستضافة مصر باجتماعات هذه المجموعة البنك الأفريقي للتنمية. هو يعني يزيد من عمق العلاقات ما بين مصر ودول القارة الأفريقية. طبعا لو شفنا يعني او سألنا يعني ايه او وضحنا يعني ايه البنك او البنك الأفريقي للتنمية، ده عبارة عن احد مؤسسات التمويل الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية، ليه دور مهم جدا في تمويل المشروعات التنموية في القارة الأفريقية. طبعا في أهمية كبيرة لدور البنك الأفريقي للتنمية فيما يتعلق خصوصا بالحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة، وأيضا تحقيق المعادلة الصعبة فيما يتعلق بالتمويلات الضخمة، أيضا خفض المخاطر في هذه التمويلات وضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الدول. طيب عظيم دكتور، في هذا السياق بالتحديد حديث عن التمويل المختلط على إعادة التوازن بين طرفي المعادلة المخاطرة وعائد الاستثمارات على النحو الذي يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر، كيف ترى هذا السياق؟ بدون شك أن فكرة التمويل المختلط تتمثل في الحصول على تمويل منخفض التكلفة ولكن من خلال استثمارات خارجية، بمعنى أن هناك تركيز أن تكون التمويلات من خلال استثمارات وليست من خلال ديون. لو نظرنا لوجدنا أن البنك قام بإنشاء مؤسسة للأمن الدوائي واللقاحات، وكان مصر لها دور مهم جدا في هذا الصدد، بالإضافة أيضا إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أيضا التحول للأخضر أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق طموحات تنموية. هذا الدور الذي يقوم به هذه أو الذي تقوم به هذه المؤسسة الدولية تعنى بقضايا التنمية داخل القارة الإفريقية، وأيضا تنمية المشروعات، تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر، وأيضا مشروعات صديقة للبيئة، كل ذلك بهدف مزيد من التطور ومزيد من تحقيق معدلات نمو أكبر لدول القارة الإفريقية. احتضان مصر لهذا المؤتمر وهذه الاجتماعات يدل على مدى حرص مصر وحرص القيادة السياسية على أن تقوم مصر بدور رائد في هذه المنظومة الكبيرة من خلال دول القارة الإفريقية وتوحيد الجهود للنهوض بالقارة بشكل أكبر. اتضحت فكرتك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، أشكرك جزيل الشكر. في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الدول الأفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة، مضيفا أن دول القارة تحتاج إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفريقية، دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة. هذا وأكد محافظ البنك المركزي أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم دول القارة لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته للمشروعات الصديقة للبيئة. ولعلكم تشاركونني الرأي في أن تحقيق الطموحات التنموية
إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل. وحول البعد البيئي، أشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لأنه رغم مساهمة أفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية. أضاف محافظ البنك المركزي أنه في عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة التغير المناخي في القارة الأفريقية ما قيمته 30 مليار دولار، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب. وفيما يتعلق بالبعد البيئي تحديدا في القارة الإفريقية، فعلى الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرا من تأثيرات التغيرات المناخية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنهم من ما بين 75 مليون إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا في مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، والتي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف. ففي عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال. أشار رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا إلى إطلاق مصر مبادرة الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة في الدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27. أضاف رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أنه تم تعبئة 2.2 مليار دولار ضمن المبادرة من أجل الاهتمام بمعالجة آثار التغيرات المناخية بقيادة بنك التنمية الإفريقي. القرار التاريخي الذي تم اتخاذه بشأن الخسائر والأضرار المنبثقة عن التغيرات المناخية. تعاني البلدان الأفريقية التي تمثل 3% فقط من انبعاثات الكربون المتراكمة على مستوى العالم، والتي تعاني منها أفريقيا بشكل غير متناسب، إذ أصبح الأمن المائي قضية وطنية في الدورة 27، وأطلقت مصر مبادرة الارتباط المتواجد بين الماء والغذاء والطاقة، وهي محاولة جريئة لتعبئة 1.4 مليار دولار من أجل الانكباب على معالجة آثار التغيرات المناخية بقيادة بنك التنمية الأفريقي. وقد تجاوزنا هذا الهدف ونجحنا مع شركائنا في تعبئة 2.2 مليار دولارا مع شركائنا في مسار التنمية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أفريقيا تحتاج إلى التنمية مثل باقي قارات العالم. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بإحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ. أفريقيا تحتاج مثلها مثل باقي قارات العالم إلى تنمية كبيرة لخدمة أعدادها والحجم البشر الكبير اللي أصبح النهاردة بيتجاوز 1.4 مليون نسمة. وللأسف يعني هذه الفكرة ما زالت موجودة في العديد من الأدبيات، ولكن أعتقد مع التغيرات السريعة جدا التي بتحصل في العالم النهاردة والتحديات اللي أصبح العالم كله بيواجهها وعلى رأسها دولة أفريقيا، وجدنا أن يعني لابد أننا نعيد النظر في هذه المنظومة، ولابد أن ينظر العالم إلى أفريقيا ليست فقط كمصدر للموارد الطبيعية والثروات الطبيعية والمواد الخام فقط، ولكن أنها أيضا ممكن أن تكون شريك قوي جدا في تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم والمساهمة في رخاء الكرة الأرضية.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القارة الإفريقية تحتاج إلى حجم هائل من التمويل لمواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بإحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ. دول في أفريقيا في دائرة مفرغة، الفجوات والأزمات المالية والتمويلية التي نعاني منها تقود إلى تخفيض تصنيف دول أفريقيا، وبالتالي كل دول أفريقيا تعتبر دول متوسطة أو عالية المخاطر من حيث موضوع ضمان التمويل، وبالتالي تفرض عليها شروط أصعب من باقي دول العالم وكل المناطق الأخرى، وبالتالي تظل أفريقيا في هذه الدائرة من عدم القدرة على النمو والتقدم. وأعتقد أنه حان الوقت للعالم كله أن ينظر لأفريقيا بأنها تحتاج أن تكون الأولوية في الفترة القادمة أو على الأقل في العقد أو العقدين القادمين في كل المشروعات التنموية. تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بالتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي. فقد أكد فينسنت نيميهيل الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في كلمة له خلال افتتاحات الاجتماعات السنوية عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. كما قدم رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية كينومي أديسينا الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب الذي قدمه البنك المركزي المصري لتنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية الحالية للبنك الأفريقي وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال ضيوف مصر. وأيضا تقدم غزالي عثماني رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي بجزيل الشكر لمصر والمنظمين لفعاليات المؤتمر على حفاوة الاستقبال والتسهيلات الكبيرة التي حظي بها مع الوفد المرافق منذ القدوم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية. قالت وكيلة محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية منة الله فريد، قالت إن مصر من أهم مساهمي مجموعة بنك التنمية الإفريقي. أضافت أيضا أن مصر تحرص دائما على دعم النمو في إفريقيا. الموضوع الأساسي هو الاجتماعات تحت شعار حشد موارد التمويل للقطاع الخاص لدعم المناخ وتنمية النمو الأخضر في أفريقيا، فده أهم موضوع بيطرح نفسه حاليا، لأن الدول الأفريقية محتاجة طبعا تمويل لمواجهة تغيرات المناخ، وإحنا عايزين أن القطاع الخاص يبتدي يساهم في هذا المجال. وعشان كده كل فعاليات المؤتمر هتلاقيها عن المناخ والتمويل، كيفية تمويل المشاريع البيئية علشان نقدر نحقق تنمية مستدامة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. انطلقت اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث تعقد 4 جلسات. تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة. وشدد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الصناعة أهمية الخروج باستراتيجية جديدة. أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود خلال كلمته في الجلسة على أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل فاتورة الاستيرادية. كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات. وأكد المشاركون في الجلسة الأولى من جلسات لجنة الاستثمار الخاص أن مصر لديها فرصا استثمارية في كافة المجالات.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم. إذن اليوم تعقد جلسات المحور الاقتصادي، لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار أيضا والكثير من الطرح اليوم، ما التفاصيل لديك؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. اليوم هو المحور الاقتصادي في الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، يعني أهم ما جاء في الجلستين الأولتين في هذا اليوم، سواء كانت الجلسة الخاصة بالصناعة أو الجلسة الخاصة بالاستثمار المباشر الخاص سواء كان أجنبي أو محلي. إذا تحدثنا عن جلسة الصناعة نتحدث عن أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بشكل عام. من الأفكار التي طرحت في هذه الجلسة هي فكرة تحديد نمط للدولة المصرية، سواء كان نمط صناعي زراعي أو أيا كان النمط الذي ستأخذه الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري. كانت هذه النقطة الأولى، تحديد نمط، هذه فكرة كانت مطروحة. الفكرة الأخرى أيضا كانت بتوطين الصناعة وأهمية الاعتماد على الصناعة الوطنية مما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد وأيضا زيادة الصادرات المصرية، مما يحقق هذه المعادلة بين الاستيراد والتصدير ويقلل من الضغط على العملة الصعبة. وهذه هي نقطة هامة فيما يتعلق بالاستثمار. إذا نقطة الاستثمار أو الجلسة الخاصة بالاستثمار جاءت فيما يتعلق ب كيفية جذب الاستثمار الأجنبي للأراضي المصرية، وتم ربط جذب الاستثمار الأجنبي للأراضي المصرية بالاستثمار المحلي، أن إذا كان الاستثمار المحلي ناجح وله مؤشرات نجاح فهو يعتبر بيئة خصبة وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي. هذا بجانب أيضا العمل على المجالس التصديرية المختلفة وهيئة الاستثمار وطرح القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي وتخصيص الأراضي للمستثمرين التسهيلات المختلفة. وكان هناك إشادة بالطبع بالمجلس الأعلى للاستثمار الذي حدد بعض القوانين و22 قرار تم اتخاذهم بالفعل عن طريق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تم الإشادة بهذه القوانين، ولكن كان هناك حديث عن الآليات التي من الواجب تنفيذها لتنفيذ هذه القرارات وتسهيل تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، مما يسهل أيضا عملية جذب الاستثمار وزيادة فرص الصناعة في مختلف المجالات. إذا تم تحديد نمط كما ذكرنا صناعي أو زراعي، كان هناك ترابط بين الجلستين اليوم، وانتهت بالفعل الجلستين الأولتين، وسننتظر الجلسة الثانية سواء كانت خاصة بالصناعة أو الأخرى الخاصة بالاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي التي بدأت بالفعل منذ قليل وتنتهي تقريبا في تمام الساعة السادسة. نعم، سنتابع معك التفاصيل على مدار خدماتنا الإخبارية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون مانانغاوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة للشرق وجنوب أفريقيا كوميسا، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلا عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس مانانغاوا فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. من جانبه أكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مثمنا الدور الفاعل للرئيس عبد الفتاح السيسي في معالجة القضايا الأفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التكامل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لنقل تجربتها في رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى شقيقتها جزر القمر، فضلا عن تفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، لا سيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربي والإفريقي. من جانبه أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، مؤكدا الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقي. كما تبادل الرئيسان الرؤى حول عدد من القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، واتفقا على مواصلة التشاور بشأن سبل إيجاد حلول للأزمات الإفريقية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع جريفي نادير أكوبوكا رئيس وزراء جمهورية بيوندي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما تقدم رئيس الوزراء البروندي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البروندية، فضلا عن مساندة بروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر لعدة أيام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته. كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة. كما ناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.
ملف الأزمة السودانية تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكركر. هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. بعد التحية محمود، صف لنا جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لاستقبال الوافدين القادمين من دولة السودان. نعم، بعد التحية، هذه الجهود مستمرة وتتواصل على مدار الساعة، وتم التأكيد على مواصلة هذه الجهود اليوم من خلال البيان الصادر من محافظة أسوان صباح اليوم. هذا البيان الذي أكد على عدة نقاط. النقطة الأولى، تواصل كل الجهات المعنية بتقديم كل الخدمات اللوجستية والغذائية والطبية للقادمين عبر معبري قسطل وأرقين وأيضا في موقف كركر الدولي. أما الجديد في هذه الخدمات هي تكليف محافظة أسوان لمديرية التموين هنا في المحافظة بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهي إحدى شركات وزارة التموين، بعمل قوافل تموينية غذائية في المناطق التي يكثر بها تواجد الوافدين السودانيين، وإمداد هذه القوافل بالسلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة لتلبي احتياجاتهم، خاصة في حي الصداقة الجديدة والقديمة، وأيضا في مركز دراو وإدفو بمحافظة أسوان. النقطة الأخرى هي مواصلة الجهود التي تتم من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات فيما يتعلق بالمطبخ الدائم في موقف كركر الدولي بتقديم الوجبات الجافة والساخنة، وأيضا الاستمرار في تقديم خدمات الدعم النفسي في معبري قسطل وأرقين، وأيضا استمرار أعمدة الإنارة في الطرق المؤدية إلى قرى وادي كركر، خاصة قرية 3 و4 و5، وأيضا وجود قافلة طبية بمستشفى دراو المركزي. هذه القافلة تقوم أو قامت بالفعل بالتوقيع بالكشف الطبي المجاني على 3000 حالة طبية بوجود مختلف التخصصات الطبية المختلفة. فبالتالي هذه الخدمات موجودة وتتجدد كل يوم، بإضافة العديد من الخدمات التي تسهل على تواجد الوافدين السودانيين. النقطة التي نتواجد بها تحديدا ميناء أبو سمبل النهري من خلف عدد كبير من الحافلات. هذه الحافلات تنتظر منها من ينتظر الرجوع إلى معبر قسطل أو الذهاب إلى مدينة أسوان، والصورة اليوم توضح أن هناك عدد كبير متزايد في توافد القادمين عبر معبر قسطل تحديدا من خلال هذه الحافلات التي تواجدت اليوم بعدد كبير من الوافدين السودانيين للتنقل إلى المحافظات المختلفة. نعم. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل، كنت معنا من أسوان حيث استقبال الوافدين القادمين من دولة السودان، شكرا جزيلا لك. شهدت أجزاء متفرقة من العاصمة السودانية هدوءا نسبيا بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار والذي يهدف للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن عموم البلاد تشهد استقرارا في الموقف العملياتي عدا اشتباكات متفرقة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح بيان الجيش السوداني أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر كبيرة لقوات الدعم السريع، حيث وجه ضربات للدعم السريع بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان، نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وسقوط عشرات القتلى والجرحى. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع شيليشي كابو
بوي سكرتير عام منظمة الكوميسا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي. كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، وأكد شهود عيان فلسطينيين اندلاع مواجهات عنيفة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز السام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين لتلقي العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية. من جانبه شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريج على ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة، بما يتماشى مع مسؤوليات الأردن الخاصة والتاريخية ومع دورها باعتبارها الوصي على تلك الأماكن في القدس. تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الأربعاء في مقرها بجدة وبدعوة من فلسطين والأردن لاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك. وذكرت المنظمة في بيان أن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه سيخاطب الاجتماع ليطلعه على التطورات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشرقية، بالإضافة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة. قالت مصادر مطلعة إنه من المرجح وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الجديد لمجموعة العمل المالي يعد بمثابة ضربة كبيرة أخرى للبنان، والذي يعاني من تدهور مالي منذ عام 2019. كما تتواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق مرض للجانبين. زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خط الجبهة في منطقة دونسك شرق أوكرانيا. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها إن زيلنسكي زار مواقع متقدمة على الجبهة في منطقة الدفاع فوغليدار مارينكا، حيث تجرى معارك مع الجيش الروسي منذ أشهر. شكرا.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب غرب بخموت. وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أن القتال في بخموت تراجع بشكل ملحوظ، في حين تقوم القوات الروسية بمسح المناطق الخاضعة لسيطرتها، مضيفة أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما في عدة مواقع شمال وجنوب بخموت. دعا الكريملين إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للتوغلات المسلحة في الأراضي الروسية. كانت موسكو قد أعلنت عن فتح تحقيق فيما وصفته بعمل إرهابي بعد توغل مجموعة مسلحة جاءت من أوكرانيا إلى منطقة بيلغرود الروسية الواقعة على الحدود. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه يجرى اتخاذ إجراءات لتحديد هوية المهاجمين ولكل ملابسات هذا الحادث. وهذا وأعلن حاكم بيلغرود فيتشلاف جلادكوف عن إجلاء مدنيين من 9 بلدات روسية على الحدود مع أوكرانيا. أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين بدون طيار كانتا تحلقان فوق الإقليم. وذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت بالمدافع مؤسسة المياه في بلدة أوتشاكايف التابعة للإقليم، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية. في الانتخابات الرئاسية التركية أعلن المرشح الثالث في هذه الانتخابات سنان أوغان أنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات التي سيتنافس فيها مع مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. قال أوغان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة إن قرار دعم أردوغان جاء بعد التشاور مع قادة تحالف الأجداد الذي مثله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. قبل أيام قليلة على انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات التركية، فجر صاحب المركز الثالث في الجولة الأولى سنان أوغان مفاجأة قد تساعد في تحديد ملامح الفائز بالمنصب. أوغان الذي حصل على نسبة 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى أعلن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة مع منافسه كمال كليتشتار أوغلو، داعيا الناخبين الذين صوتوا له أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية. وبعد إعلان أوغان بدا كليتشتار أوغلو متحدياً في تغريدة نشرها عبر تويتر، حيث اتهم قواً لم يسمها ببيع بلاده، وأشار إلى نيته لمحاولة استقطاب أصوات القوميين. ولم تتوقف إعلانات دعم المتنافسين عند هذا الحد، حيث أعلن حزب العدالة التركي تأييده لمرشح المعارضة للرئاسة كليتشتار أوغلو ليزيد من حدة التنافس. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد شهدت منافسة شرسة بين أردوغان الذي حصل على نسبة 49.5% من الأصوات بتقدم يبلغ 2.5 مليون صوت على مرشح المعارضة كمال كليتشتار أوغلو الذي حصل على نسبة تبلغ 44.88% من الأصوات. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد والذي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة من 2023-2025، خاصة ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063، فضلا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري.
في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالتدريب لرفع قدرات العنصر البشري، نظمت الوزارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لطالبات كلية الشرطة ولعدد من الضباط والضابطات المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. بهدف إعداد رجال شرطة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والإنسانية في مهامهم وتعاملاتهم وفقا للمعايير الإنسانية، فقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضابطات والضباط المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. Considero que ha sido una actividad muy muy beneficiosa tanto para la policía española como para la policía egipcia y creo que han sido unas jornadas que han sido un verdadero éxito que deberíamos repetir y deberíamos fomentar para continuar mejorando la lucha contra la violencia de género. Nada, agradecer estas jornadas aquí realizadas en el Cairo, en Egipto, han sido tanto para mí como para mi compañero un auténtico éxito. Hemos aprendido mucho, creo que hemos dado nuestra visión española sobre la violencia contra la mujer. برامج الدورتين تضمنت عدة محاور، في مقدمتها التعريف بالإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، ودور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، إضافة إلى عدد من المحاور ذات الصلة والتي تسهم في صقل مهارات العناصر الشرطية العاملة في هذا المجال. وتهدف هاتان الدورتان إلى الارتقاء بقدرات العناصر الشرطية والاستفادة من الخبرات الدولية والأممية للتعامل الاحترافي والإنساني في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ليتمكنوا من أداء مهامهم بصورة احترافية. لذا تواصل الوزارة تنظيم العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والأممية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في هذا الصدد، في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الأفريقي المشترك. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي أمام اجتماعات بنك التنمية الأفريقي يدعو المؤسسات التمويلية لمراجعة معايير وشروط حصول الدول على قروض ميسرة. محافظ البنك المركزي يؤكد من شرم الشيخ أن إفريقيا ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة بل إلى استثمارات مباشرة. انطلاق ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ولجنة الصناعة تؤكد أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.